بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلبه وطالبات المرحله الثانويه العامه، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي على قناه مستر استاذ عزت الشرح تطبيق القاعده الانجليزيه. موعدنا مع يونت 13 الوحده 13 وجزء الجرامر منها اللي بنحل فيه مجموعه من الاكسرسايز موجوده على كتاب جيم العام 2021، واحنا على صفحه 428. بنفكرك ان قاعده الوحده 13 هي الاستنتاج في الماضي والحاضر، يعني must be واخواتها في الحاضر وmust have تصريف ثالث واخواتها في الماضي، طبعا دول في الاثبات، وعندك can't be وcan't have تصريف ثالث ده النفي بتاعهم بالتدرج ما بين must لما توصل من must لcan't. ارجع للفيديو بتاعنا على القناه بتاعتنا ان شاء الله وهتبقى القاعده قدامك سهله جدا. ونبدا بالجمله الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. That person over there، الشخص اللي هناك ده كذا دكتور، طبعا واضح كده ان هو بيستنتج لشيء في الحاضر، ماشي، وكمان ده قدامه he's only 10 ده طب كل اللي عنده 18 سنه، يبقى must be ولا maybe ولا should be ولا can't be. طبعا can't be مش ممكن يكون طبيب لان هو واضح جدا من سنه انه ما وصلش لسن للشيء ده. في اتنين بيقول لك ايه، داليا جايب فراغ فاطمه very well، داليا كذا فاطمه جدا، very well معناها حسنا او جيدا. They are neighbors، دول جيران، يبقى الاستنتاج ان هو يكون ايه بقى، can't know فاطمه ولا must know فاطمه ولا shouldn't know ولا mustn't know. طبعا ده استنتاج في الحاضر واستنتاج بالايجاب مش بالسلب، يبقى must know. الجمله رقم 3، I don't know why علي can't talk، انا مش عارف علي مش قادر يمشي ليه. طالما don't know يبقى كده فيها حاجه، هي كذا ال ده متاكد ولا مش متاكد، لان احنا بنستنتج استنتاج متاكد يبقى must واخواتها، مش متاكد ماشي يبقى عندك مي، لو انت بقى عندك حاجه بقى متاكد برضو بس بالنفي يبقى انت عايز كانت وشكلها يا اما في الحاضر يا اما في الماضي. المهم شودنت بي ولا كانت بي ولا ماست بي ولا ميبي، ميبي مش انت بتقول مش عارف، يبقى ده معناه انت ما عندكش معلومه مؤكده، يبقى استنتاج في الحاضر هو ميبي. انتقل للجمله رقم 4، ذات واز ا ميستيك، هذا كان خطا. اي كذا اون تايم تو تيك ذا جوب، انا كذا في الوقت المناسب ان انا اخد الوظيفه. should have applied ولا must have applied ولا can't have applied ولا mustn't have applied mustn't apply. طيب هو هنا هو كده ندمان على شيء حصل ولا لم يحدث، هو ندمان انه لم يفعل هذا، فبيقول يا ريتني كنت عملت كذا، يبقى I should have applied بمعنى كان يجب علي ان انا اتقدم بطلب لهذه الوظيفه، وكده هو بيندم على شيء في الماضي بيقول يا ريتني كنت عملت، يبقى ده معناه ان هو ما عملش، ودي الاجابه الوحيده الصحيحه. must have applied خطا، can't have applied خطا، mustn't apply خطا تماما. نروح الجمله رقم 5، really I can't remember you but، والله انا بصراحه مش قادر افتكرك كويس ماشي او جيدا، but you a me، لكن ولكن انت كذا مين، انا يعني must have met ولا can't have met ولا might have met ولا must met. لما بقول لك انا مش قادر افتكر يبقى هنا عنده درجه من التاكيد ان هو يعرفه، لا طبعا بدرجه تاكيد ان هو بسيطه جدا تصل الى might have met me، انت قد تكون قابلتني. هنا طبعا تاكده من الشيء او استنتاجه لده طبعا بسيط او ضعيف جدا. في الجمله رقم 6 بيقول لك يو كذا مي يسترداي، انت كذا بالامس، انا يعني مفعول بي. I waited all day for your call، ده انا استنيت اليوم كله الاتصال بتاعك يا اخي. must have called ولا should have called ولا might have called ولا called، بيقول له should have called، بيقول له اللي ما عملوش، بيقول له انت كان لازم تتصل بيا امبارح يا اخي بس انت ما عملتش، يبقى لما اقول should have تصريف ثالث انا بندم على اللي كان المفروض يتعمل بس ما اتعملش، يو should have كذا، كان المفروض تعمل كذا بس ما عملتوش، وعكسها shouldn't have، عكسها shouldn't have تصريف ثالث، كده انا بقول له لا ده انت ما كانش لازم تعمل كده بس انت عملته، او هذا الشخص بيقول ده ما كانش كذا لازم تعمل لكنه اتعمل. يعني اذا اجابتنا هي should have، بيقول له كان لازم تعمل كذا بس انت ما عملتوش، ودي الاجابه الصحيحه الوحيده في الاختيارات اللي قدامك. انتقلوا للجمله رقم 7، بيقول كده ذاتس ذا سكند نيو كار ذي هاف بوت ذيس يير، دي تاني عربيه جديده يشتروها السنه دي، يبقى ذي ذا افريج، الاستنتاج ايه بقى، ان هم اغنياء، يا ترى كانت بي ولا ارنت ولا كان هاف بين ولا ماست بي. طبعا ماست بي استنتاج في الحاضر وانت هنا متاكد تماما انه كده اغنياء بناء على الدليل قدامك. في الجمله رقم 8، ذا سيلز الحراميه مالهم بقى، ان ثرو ذا ويندو كذا، داخل يعني المكان ده عبر النافذه،
look it's still open لا زالت مفتوحة. يبقى ده استنتاج ايه بقى؟ استنتاج بدرجة تأكد بانه ده حصل ولا بدرجة تأكد بان ده ما ينفعش. can't come must come must have come ولا mustn't come؟ طبعا اكيد must have come. استنتاج لشيء حدث في الماضي بالتأكد بانه وقع. في 9 بيقول لك your mother والدتك كذا a great cook طباخ عظيم. You are always so keen to get back home to eat. انت دايما شغوف انك انت ترجع البيت علشان تتناول وجباتك هناك. can't be ولا must be ولا may not be ولا isn't. طبعا بيتكلم عن استنتاج بالايجاب يبقى must be وده استنتاج في الحرف. في جمله رقم 10 جاب ايه جاب فراغ برجلر. برجلر معناها لص. all the doors and windows are locked. كل الابواب والنوافذ مغلقه. يبقى can't be ولا must be ولا mustn't be ولا should be. طبعا can't be لا يمكن ان يكون لص لان الابواب والنوافذ مغلقه. نروح الجمله رقم 11 واحنا كده موجودين على صفحه 428 من كتاب جيمنا عام 2021. في 11 بيقول لك ايه؟ ده طبعا واخد شكل حوار ما بين A و B شخصين بيتكلموا. واحد بيقول ايه؟ the chickens have escaped الفراخ هربت. how did they get out؟ ازاي طلعوا؟ they بقى فراغ out under the gate من تحت البوابه. بيستنتج هو كده there is no other way مفيش طريق تاني. يبقى هنا كده هو متاكد من استنتاجه ولا لا؟ طبعا متاكد. طيب متاكد في الحاضر ولا في الماضي؟ متاكد في الماضي يبقى must get خطا. must have got هي الاجابه بتاعتنا. can't get خطا get خطا تمام. الجمله رقم 12 برضه حوار. I don't know why I am so tired these days. والله انا مش عارف اليومين دول كده تعبان. راح بيه قال له ايه؟ يو كذا working too hard انت بتشتغل بجد يعني. or maybe او يمكن يبقى اي حاجه تاني. يو ار نوت سليبنج تو ويل انت مش بتنام كويس. يبقى ده كده متاكد من استنتاجه ولا لا؟ لا طبعا انا مش متاكد. فبيستنتج طب بيستنتج للحاضر ولا الماضي؟ بيستنتج للحاضر. ودرجه الدرجه هنا بتاعت التاكد ضعيفه يبقى مايت بي. درجه الاستنتاج هنا ضعيفه يبقى مايت بي. will be خطا. can't be خطا. aren't خطا تمام. الجمله 13 you seem to know everything about the theater. شكلك تعرف كل حاجه عن المسرح. يبقى يو كذا بي يو كذا every week. يبقى انت يبقى كل اسبوع يا ترى should go ولا can't go ولا may go ولا must go. you must go ده انت اكيد بتروح هناك على طول. في الجمله رقم 14 oh the phone is ringing. التليفون بيرن. answer it رد عليه كده. ايه بقى فاطمه؟ ها طب استنتاجه عن فاطمه دي ايه؟ she always rings at this time. هي دايما بترن في الوقت ده. يبقى هو كده متاكد. يبقى هو كده استنتاجه في درجه ايه بقى؟ تاكد حاضر ولا ماضي؟ حاضر. ought be خطا. can't be خطا. must be هي الاستنتاج الصحيح. و isn't خطا تمام. الجمله رقم 15 that couple. couple معناها زوج وزوجه. مالهم بقى؟ think much of this film. think much of this film يعني لهم راي معين في هذا الفيلم. they are leaving already. هم ماشيين بالفعل after only 20 minutes. هم 20 دقيقه بالظبط من الفيلم وكانوا مشوا. يبقى must ولا can't ولا should ولا could. طبعا can't think much of this film. عايز اقول لك ان الفيلم ما عجبهمش يعني. تمام ده الاستنتاج بتاعنا بكانت. ونروح لصفحه 429 من كتاب جيمنا 2021 ودي الوحده 13 علشان نشوف جزء الجرامر اللي فيها اللي بيتكلم عن ديدكشن الاستنتاج او حتى عبارات ريجريت الندم. وقلنا القاعده بتاعتنا لما تشوف الفيديو ان شاء الله هتسهل لك الحكايه دي. في جمله سبجوج ليه؟ واي ديد يو ران اكروس ذا رود. انت ليه بتجري في الطريق؟ يو كذا طبعا هنا اكروس معنى يعدي بالعرض يعني يجري بيعدي الطريق من الناحيه اليمين للناحيه الشمال بيعدي بالعرض. يو كذا كيلد ممكن تتقتل. could have been must have ولا can't have ولا should have ولا should لوحدها. طبعا ان هو بيستنتج واستنتاجه ماشي او بيتوقع بيقول له انت من الممكن يحصل لك كده. وهنا هو طبعا بيتكلم في الماضي لان ديد واضحه جدا. يبقى could have been killed هي الاجابه بتاعتنا. باقي الاجابات خطا تماما. في 17 his teachers are pleased with him. اساتذته مبسوطين منه. he كذا clever. الاستنتاج بايه بقى؟ may not be can't be mustn't be must be. طبعا اكيد must be استنتاج بالاثبات في الحاضر. في الجمله رقم 18 you really انت كذا have neglected your work. انت كذا تتجاهل عملك. you got low marks انت حصلت على درجات
منخفضة. can't have neglected ولا shouldn't have neglected ولا mustn't have neglected ولا might not. طبعا هنا بيلومه على اللي حصل منه وما كانش لازم يحصل، يبقى you shouldn't have neglected معناها انت لم يكن يجب عليك انك انت تعمل كذا بس انت عملته، ماشي؟ لان shouldn't have تصريف ثالث عكس should have تصريف ثالث، واحنا اتكلمنا عنهم من شوية في نفس الفيديو. 19 he came late جاء متأخر. he catches the train الاستنتاج ايه بقى عن القطر؟ والاستنتاج ده ماضي ولا حاضر؟ طبعا الاستنتاج ده ماضي، بس هنشوف بقى الجملة but I am not sure. اه يبقى انا كده مش متأكد، يبقى ما عنديش استنتاج بالتأكد، انا عايزه بدرجة في عدم التأكد، يبقى might have missed استنتاج في الماضي بمعنى قد يكون فاته القطار. must have missed خطأ، must miss خطأ، can't have missed خطأ تماما. جملة 20 I don't know where احمد is، انا ما اعرفش احمد فين. خلاص كده يبقى انا مش متأكد، ماشي، او ما عنديش معلومة، يبقى هي كذا at work. استنتاجي هنا ايه؟ استنتاجي في تأكد ولا لا؟ طبعا انا مش متأكد، يبقى must be مش هتنفع، استنتاج بالإيجاب، can't be مش هتنفع، استنتاج بالسلب maybe هي اللي هتنفع، لان كده مش متأكد من الاستنتاج بتاعي، واذ خطأ تمام. الجملة رقم 21 if you don't understand، لو انت مش فاهم you can ask your teacher المعلم بتاعك. that is my advice وهذه نصيحتي. طب يبقى النصيحة ب can ask ولا might ask ولا should ask؟ you should ask ودي بتستخدم في النصيحة، كنت خطأ تمام. في 22 بيقول لك علي جاء فرغت الكسندريا this morning، علي كذا الى الاسكندرية هذا الصباح. he is ill in bed، يا عم ده مريض في الفراش بتاعه. يبقى انت كده بتستنتج لحدث في الماضي، واستنتاجك ده هو يا ترى بنسبة تأكد ولا لا؟ may have traveled، can't have traveled، must travel ولا should have traveled؟ طبعا can't have traveled استنتاج في الماضي، انت متأكد انه ما حصلش، لان انت عندك معلومة بتقول ان he is in bed، he is ill in bed، واحد مريض هيسافر؟ طبعا لا. جملة رقم 23 Mona forgot that we have a test tomorrow، Mona نسيت ان احنا عندنا امتحان بكرة. يبقى شيء بقى have started revising last week، انها تبدا المراجعه في الاسبوع الماضي. يبقى may have started، must have started، can have started، should have started. طبعا الاجابه بتاعتنا should have started، بيقول كان من الواجب عليها ان تفعل كذا لكنها ما فعلتوش. لو احنا قلنا should have تصريف ثالث عكس shouldn't have تصريف ثالث. ف 24 بيقول لك ايه؟ تبقى جايب كذا expensive traveling around London، هو بيستنتج ان السفر حول لندن غالي. طبعا هنشوف حسب بقى الجمله. bus and underground tickets cost a lot of money، التذاكر بتاعه الاتوبيس والمترو مكلفه جدا. يبقى must be ولا might be ولا can't be ولا isn't؟ طبعا ده استنتاج لمعلومه هو متاكد منها بالايجاب، يبقى must be. في 25 بيقول لك حسن thinks that he did very well in the exam، حسن بيعتقد ان هو ادى اداء جيد في الامتحان. طبعا استنتاج في الماضي. he كذا get the best results in class، بيحصل على افضل الدرجات في الفصل. يا ترى needn't ولا shouldn't ولا can't ولا might؟ he might get، لان هو اللي بيقول انه ادى اداء جيد، لكن احنا مش عرفنا ايه، فاستنتاجنا احنا ليه هيكون بدرجه might بمعنى قد. في الجمله رقم 26 look it's raining، بص ده الدنيا بتمطر اهي. i كذا have brought an umbrella، هو هنا بقى بيقول يا ريتني كنت جبت ولا يا ريتني ما كنتش جبت، الدنيا بتمطر وهما معهوش، يبقى ندمان على اللي ما عملوش وكان مفروض يعمله. يبقى must have brought ولا ought to have brought ولا can't have brought ولا shouldn't have brought؟ I ought to have brought، ودي بديل should، ought to بديل should، وهي إجابة ده بمعنى كان يجب علي إحضار شمسية بس هو ما جابش. سأقول لك إيه حوار ما بين إيه وبي. I don't know where my school bag is mom، يا ماما انا مش عارف الشنطه بتاعه المدرسه راحت فين. راحت قالت له it isn't here، مش هنا. تستنتج ايه ماما بقى؟ you كذا have left it in the on the train، سبتها في القطر. بنسبه might ولا can't ولا would ولا should؟ طبعا بمايت، قد تكون نسيتها، طبعا نسيتها في الماضي، قد يكون نسيها في القطر، ممكن يكون نسيها في حته تاني، بما انها مش متاكده فبتقول له might. في 28 بيقول لك ايه برضه حوار ما بين اتنين. look هشام's keys are on the table، الله ده المفاتيح بتوع هشام هم على الترابيزه. ها الاستنتاج ايه كده؟ طبعا كده بستنتج لحدث وقع خلاص.
he guys have seen them when he left this morning. هو ايه ده استنتاجهم ايه ده انه يكون شافهم لما غادر. must have seen تأكد بالإيجاب. may أقل منها. can't تأكد بس بالسلب. ولا should طبعا أكيد can't تأكد بالسلب أكيد ما شافهمش. الجملة رقم 29 برضو A و B. I ran you this morning. أنا رنيت عليك الصبح يا عم. what you did it. ما رديتش عليا ليه؟ راح قال له sorry I كذا have been asleep. ها الاستنتاج هنا الاستنتاج هنا بإيه؟ شيء مؤكد ولا لأ؟ طبعا مؤكد وده في الماضي وده مش هتنفع والمش هتنفع كانت مش هتنفع إجابة بتاعتنا هي must have been asleep لأن أنا كده أكيد كنت نايم عشان كده ما ردتش عليك. 30 برضه حوار ما بين اتنين. علي بيقول إيه؟ علي fell off his bike this morning. علي وقع من العجلة بتاعته في هذا الصباح. he hurt his head وأصاب رأسه. he كذا more careful بيقول على اللي كان لازم يحصل وما حصلش. فيبقى بقى ايه؟ shouldn't have been لا دي منفية. must have been استنتاج في الماضي بقوة في الأداء. ولا should have been ولا shouldn't be طبعا هي should have been more careful كان يتحتم عليه أن يكون أكثر حرصا بس هو ما كانش. ونروح لصفحة 430 من على كتاب جيم لعام 2021 ونكمل exercises بتاعت الوحدة 13 الجرامر. الجملة اللي عليها الدور هي جملة رقم 31 حوار ما بين A و B برضو. He has only been in the laboratory for 10 minutes. ما بدأ غير 10 دقائق في المعمل. Surely he إيه بقى؟ المؤكد إيه بقى؟ have finished his experiment already. هو كده أكيد خلص ولا ما خلصش؟ طبعا can't have finished. استنتاج في الماضي بإن ده ما حصلش وأنت كده متأكد. مش ممكن يكون خلص. can't have finished إجابتنا. must خطأ. would أنت خطأ وأنت خطأ تماما في الجملة رقم 32. Everyone is putting their umbrellas. الناس كلها ماسكه الشمسيه بقى رافعه فوق دماغها. اب ماشي ات كذا ستارتد رين بدات تمطر. كانت هاف ولا ماست هاف ولا اود هاف ولا شود هاف طبعا اكيد ماست هاف استنتاج في الماضي لان خلاص الناس رافعه الشماسي. الجمله 33 ليلى توك هير درايفنج تيست يسترداي. ليلى امتحنت القياده بتاعتها امبارح. ناو شي از لوكينج فيري ان هابي شكلها حزينه. يبقى فشلت ولا لا؟ ها شي كذا فيل عفوا كانت هاف فيل ولا have failed ولا have failed ولا must have failed استنتاج في الماضي بالتأكد. يبقى must have هي الإجابة بتاعتنا. وروح الجملة رقم 34. my friend told me صديقي أخبرني the homework was on page 41 إن الواجب على صفحة 41. but it isn't on page 41 لكنها ما طلعتش صفحة 41. he كذا been mistaken. ها الاستنتاج بقى أنت كده متأكد إنه هو أخطأ ولا لأ؟ متأكد في الماضي يبقى can't have خطأ. must طبعا متاكد في الماضي بالايجاب مش بالسلب فعشان كده كان ده ما تنفعش. must have اجابتنا. should have خطا will have خطا تماما. في 35 كريم thought he had shut the gate. كريم يعتقد انه قفل البوابه. but the goats are in the road لكن الاغناء بتاع ده الماعز بره اهي على الطريق اهي. يبقى هي بقى have left it open. الاستنتاج بقى لا ده كده ما قفلش ده اكيد سابها مفتوحه. يبقى كانت خطا مايت خطا شوت خطا ومصدر الإجابة بتاعتنا. نروح لجملة رقم 36. my mother rang me and asked why I wasn't home. ماما رنت عليها قالت لي أنت ما رجعتش للبيت لدلوقتي. she كذا ها read the note I had left here. يبقى كده هو بقى إيه؟ ها هي أكيد قالت الملحوظة اللي سابها لها ولا ما قرأتهاش؟ ها يبقى can't have read هي الإجابة بتاعتنا. استنتاج في الماضي بالتأكد من عدم الوقوع ودي إجابتنا. must have خطأ must لوحدها خطأ وكانت خطأ تماما. وننتقل لجملة رقم 37 من على كتاب جيم العام 2021 معكم مستر يوسف عزت من قناته لشرح وتبسيط غاية الإنجليزية. بيقول لي نادية lived in England for 20 years. نادية عاشت في القاهرة سوري نادية عاشت في إنجلترا لمدة 20 عاما. so she كذا English will ولذلك يا إبا بالنسبة للغة الإنجليزية may speak ولا can't speak ولا must speak ولا does speak طبعا ده استنتاج في الحاضر بقوة الأداء يبقى must speak. 38 يقول لك it was a very cold there. الدنيا برد هناك. الاستنتاج هنشوفه. there is snow on the ground. في جليد على الأرض يا عم in the photo في الصورة. can't have been ولا must have been ولا can't be ولا isn't طبعا أكيد must have been استنتاج في الماضي لشيء أنت متأكد بالوقوع.
يبقى must have been. في 9 بيقول ذات البيبل الناس بقى ذا ستيتوس ذات البيبل اللي هم ناس صغيرين بقى التماثيل they were too heavy كانت تقيلة جدا ماشي يا ترى must have moved might have moved mustn't have moved ولا couldn't have moved طبعا couldn't have moved لان دول ناس حجمهم little حجمهم صغير ازاي يقدروا يحركوا تماثيل طبعا مش هيقدروا couldn't have moved وده استنتاج في الماضي بعدم إمكانية وقوع شيء وانت كده متأكد تمام فاربعين بيقول لك ايه في الحوار ما بين ايه وبي بيقول ايه بيقول لك how did you do in the test انت عملت ايه في الامتحان يا عم راح قال له نوتس والله مش كويس I guess much better but I misread the directions of the writing انا كان ممكن اعمل افضل من كده بس ايه بس لكن للاسف اخطأ قراءة التوجيهات بتاعت الكتابة will have done could have done must have done ولا may have done طبعا could have done عايز اقول انه كان من الممكن ان انا ادي اداء افضل من ده لكن ما حصلش و could have تشير الى شيء كان من الممكن اداؤه في الماضي لكن انت ما عملتهوش روح اقول من رقم 41 You will have to be fined. يا انت هتتغرم هتدفع غرامه يعني. You guys are driven very fast. بيلوموا على ايه بقى؟ على اللي عمله ولا على اللي ما عملهوش؟ You shouldn't have ولا mustn't have ولا could have ولا must have. You shouldn't have driven very fast. انت ما كانش لازم تقود بسرعه. يبقى هو كده قاد بسرعه ولا قاد بسرعه والدليل ان هو هيدفع غرامه. في اثنين بيقول لك ايه؟ ايه بيقول will your plan be late this afternoon الطياره بتاعتك اتاخر النهارده راح قال له كذا the airport was closed this morning المطار كان مغلق النهارده او هذا الصباح يبقى هنا هو بيستنتج ودرجه استنتاجه مش قويه يعني جابتنا هي maybe نروح للجمله 43 بيقول لك because we were young ان احنا كنا صغيرين we كذا to the swimming pool alone حمام السباحة لوحدنا أو بمفردنا couldn't go ولا must have gone ولا can't have gone ولا could have gone طبعا ما كناش نقدر نروح we couldn't go لم نكن نستطع الذهاب ننتقل لصفحة 431 من على كتاب جامع العام 2021 ومع قاعدة الوحدة 13 من قناة مستر الأستاذ عزت لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية ونشوف الجملة اللي عليها الدور وصلنا للprevious exams ونشوف جيمي جايب لنا ايه فالبار بيقول لك ما will wait for her husband ما تنتظر لزوجها she has forgotten her key ونسيت مفتاحها طيب she كذا have brought it ها كان كذا انها تجيبه يا ترى may have brought it might have brought it ولا must have brought it ولا should she should have brought it كان لازم تجيبه اللي هو المفتاح يعني كان لازم تجيبه معاها بس طبعا هي ما جابتوش. فيقول رقم 45 هير ووتش الساعه بتاعتها كذا هاف كوست ا لوت اوف ماني كلفت فلوس كتيره طب ايه انا الاستنتاج هنا يطلع ايه؟ اتس ميد اوف جولد مصنوعه من الذهب يبقى الاستنتاج بقوه في امكانيه وقوع هذا الشيء والاستنتاج ماضي ماست هاف كوست اجابتنا مايت خطا كنت خطا كانت خطا في الجمله رقم 46 شي كذا بي تالنتد تالنتد معناها موهوبه تمام ذكيه جدا يعني شي بلايز ذا بيانو بتعزف البيانو ذا فيولين والفيولين وكمان ايه ذا ليوت كمان طب يبقى كانت بي تالنتد ولا ماست بي تالنتد ولا ماست بي ولا ماست طبعا بي موجوده فوق ولا هاز تو طبعا اكيد ماست بي لانه استنتاج بقوه في الاداء وده طبعا جمله مثبته 47 I can't remember where I had left my mobile phone انا مش قادر افتكر سبت الموبايل بتاعي فين I'm not sure طبعا مش متاكد يبقى I كذا ايه at home طب بقول لك انا مش متاكد يبقى must have left خطا might have left الاجابه بتاعتنا كان ليف خطا وماست ليف خطا تماما في 48 بيقول لك ايه winning the first prize last year الفوز بالجائزه الاولى في العام الماضي كذا علي very happy علي يعني جعلت علي سعيد يعني will have made خطأ تماما mustn't make خطأ تماما can't make برضو خطأ must have made استنتاج في الماضي بقوة ان هذا الشيء مثبت وليس منفي ودي كانت اجابتنا must have made ونروح للجملة
اللي بعدها اللي هي الجملة رقم 49. He can hardly walk. هو بيقدر يمشي بصعوبة. هكذا بي فيري ال، استنتاج بايه بقى؟ بان هو مريض. ماست بي فيري ال ولا ماستنت ولا شودنت ولا شود؟ طبعا ماست، واضح جدا من الجمله انها بالاستنتاج الموجب في الحاضر. في 50 بيقول لك يو كذا ذا دور، انت كذا الباب. ات واز اوبن، كان مفتوح من قلتهم لما وصلت البيت. كان لوك ولا كانت هاف لوك ولا كان هاف لوك ولا كانت لوك؟ طبعا كانت هاف لوك، استنتاج بالتأكد بأن الحدث ما وقعش في الماضي. في الجملة رقم 51 she didn't see her brother this morning، هي ما شافتش أخوها هذا الصباح. هي كذا فراغ the flat very early، غادر الشقة بدري. الاستنتاج هنا إيه؟ can't leave ولا can't have left ولا must leave ولا must have left؟ طبعا must have left، استنتاج بقوة لحدث وقع في الماضي. ومع جملة 52 على صفحة 431 في جيم بيقول لك it كذا very windy during the night، قاعد بيستنتج بقى انها كانت عاصفة في الليل. there are leaves all over the ground، اوراق الشجر مالية الدنيا هي على الارض. يبقى must have been، الاجابة بتاعتنا استنتاج بقوة في الماضي في الاثبات. must be خطأ، can't have been، can't have been خطأ، can't be خطأ تماما في 53. if you can't dictate your conditions، اذا لم تستطع أن تملي شروطك. يو إيه بقى؟ نيجوشييت، عايزين نقدم لك نصيحة. والخطأ شود هي الإجابة بتاعتنا، والشود نيجوشييت، يجب عليك التفاوض. نيت خطأ وخد خطأ. I cannot في 54 I cannot find my handbag، مش لاقي الشنطة بتاعتي، حقيبة اليد. someone إيه بقى؟ by mistake، حد إيه بقى بالخطأ؟ must take ولا cannot take ولا must have taken؟ دي الإجابة بتاعتنا، استنتاج في الماضي بالإثبات. cannot have taken خطأ تماما. 55 بيقول لك ايه؟ retirement اللي هو التقاعد be an unhappy event. التقاعد طبعا احنا بنتكلم عن ان هو حدث غير سعيد يعني. need ought shouldn't mustn't خطأ، اجابتنا كانت shouldn't. في 56 بيقول لك ايه؟ the cargo ship سفينة التحميل دي او الحمولة has sunk in the ocean، غرقت في المحيط. So these cars، ولذلك هذه السيارات إيه بقى؟ have been brought on it، إنها تكون جت عليها أو جابتها هي يعني. أكيد كانت، كانت have been brought، مش هي غرقت، يبقى إزاي هتجيبهم؟ يبقى كانت هي جابتنا. must خطأ، should انت خطأ، وود انت خطأ تماما. وكده بينتهي الفيديو بتاع الجرامر من الوحدة 13، تناولناه من كتاب جيم العام 2021. كان معكم مستر الأستاذ المعلم خبير اللغة الإنجليزية بمدرسة الثانوية للبنات. تزورنا فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.